يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا ومسددا لما فيه خير وصلاح الجميع، ولما فيه من عون ومساعدة لقبيلة القرامدة، قبيلتنا وبني عمنا وربعنا اللي عليهم مبلغ 10 مليون ريال. الحقيقة قبيلة البقوم غنيين على التعريف، وقبيلة البقوم ما نعلمهم بمواقفهم ولا نعلمهم بواجباتهم. قبيلة البقوم هم أهل المواقف، قبيلة البقوم هم أهل النخوة، وقبيلة البقوم هم أهل النواميس. دائما مشرفين، ودائما وقفاتهم تنومس، ولا هو بغريب عليهم ولا هذه بأول وقفة. وحقيقة ما رأينا الليلة من اجتماع ومن حضور كثيف حقيقة وكبير، فهذا شيء يثلق الصدر ويبشر بالخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الجميع على ما يرضيه وعلى ما يعز الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع صبيان البقوم على طاعته وعلى رضاه وعلى ما فيه خير لقبائلهم ولديرتهم. أيها الأخوة الأعزاء، حقيقة قبيلة الرحمن، قبيلتكم التي تعرفون مواقفها، قبيلة الرحمن قبيلة المواقف، وقبيلة النخوة، وقبيلة الجزعة والفزعة مثل قبائل القوم الأخرى. كنا هنا من بدري من بعد صلاة العصر، في حقيقة كل حرص منا على تفريج هم قبيلة القرامدة وشرح استورهم بحضورنا وبمدتنا لهم. فحنا وياكم جميعا على ما قال شاعر يام يقول: لا بد الشان ولا نبنا الداعي ينجلي هم من جتنا مناديبه. فابشروا بانجلاء الهم يا قبيلة القرامدة، ابشروا بصبيان البقوم، ابشروا بالوقفه. الحقيقه عنا حقيقه يقول: عجل فخير البر يحمد عاجلا، وخير البر عاجلا. حنا قدمنا شيك باسم قبيلة الرحمن بمليون ريال واستلموه قبيلة القرامدة. وحقيقه لولا ان المبلغ 10 مليون وقبيلة البقوم الله ينزل لهم البركه، قبائل وافراد امه ما 10 مليون عليهم بشيء، ولولا انهم كثير واوفياء وكل مطيم منا لجت مده الرحمن اكثر من مليون. ولكن هذه المده ونحن ما زلنا معهم قلبا وقالبا. ولكن لا يفوتني ان نشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيئ هذا الاجتماع المبارك، ونشكر حكومتنا الرشيده وعلى راسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الامين وسمو ولي العهد الذين هم قدوتنا بعد الله سبحانه وتعالى وبعد محمد عليه الصلاه والسلام. فهم حقيقه الذين تعلمنا منهم مكارم الاخلاق، وتعلمنا منهم الوفاء، وتعلمنا منهم كما تعلمنا من محمد عليه الصلاه والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. حقيقه يا اخوان، لا اريد ان اطيل الكلام عليكم، ولكن يشهد الله ان هذا الحضور المشرف انه يدرك الصدر وانه يرفع الراس. وبيض الله وجيهكم يا صبيان البقوم، يسهم المنايا، يظهر السواني، انتم هالوقفات. وبيض الله وجيهكم، وبيض الله وجيهكم، وابشروا بالسعادة يا القرامدة. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا للشيخ فيصل الغرمور، وشكرا لقبيلة الرحمن، وشكرا للقوم الحاضرين. ولا يستغرب الموقف للجميع، وحنا ربعكم وحنا جبركم، وانتم جبرنا وانتم تاج رؤوسنا، والرجال رجالكم كلكم يا بقوم. ونشكركم على اجابه الدعوه، ونشكركم على الحضور، ونشكركم على المساهمه. ويا مرحبا باسم قبيله القرامده، يا مرحبا. الله يحيي الجميع، الله يحيي الجميع. الموقف موقفكم، وانتم هل الفزعات، وانتم هل الجزعات، وانتم هل الناموس، وانتم اللي تصدون الرقاب. ولا نهتم، واحنا بقبيله مثل قبيله البقوم. الله يحيي الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.